الفنان ديالنا رمضان كريم بالصحة والسلامة. سيدي كل عام وأنت بخير وتبارك الله عليكم جميعا. نهار كبير هذا بوجودك معنا، شنو ظهر لك في السينما والمسرح والبرامج المغربية الرمضانية في السنة هذه؟ إوا اش غادي نقول لك، حنا بالنسبة للمسرح والسينما يعني ولا كاين واحد التطور، وبالنسبة للتلفازة المغربية يعني القناة الأولى ولا الثانية تبارك الله غاديين، يعني ماشي بحال اللي كانوا، دابا ولا احسن، وحنا غاديين والحمد لله. الاغلبيه تقول لك بان هذه البرامج هذه يعني لا ترقى بمستوى البرامج القديمه. لا هذه القضيه غير باش كيحفزوا الفن في المغرب باش يزدهر، لان الفن اي ميدان من غير الميدان الفني، اي ميدان الا ما كانش النقد فيه، ولكن النقد البناء ماشي النقد اللي كيهدم، الا ما كانش النقد ما كيمشيش. حقيقه الا كانوا 30 كيقولوا مزيانه و10 كيقولوا لا، الحمد لله نتمنوا العام الجايين هذا هذوك ال10 يقولوا. شنو خاص يدار باش نطوروا من هذا المستوى الحالي؟ وهذا الشيء كيهم وزاره الثقافه ووزاره الاتصال والشركة الوطنية ديال الإذاعة والتلفزيون. شنو تبغي تقول للجماهير ديالك المغربية اللي كتسنى الأعمال ديالك الفنية؟ نقول لهم الله يطول عمركم والله يخليكم، والله تعالى يعطيكم آذان اللي كتروى الفن المغربي الأصيل. ورسالة وهي مبارك عواشر رمضان كريم للشعب المغربي ولصاحب الجلالة حامي الفن والفنانين، ولكم انتوما على قلت الله أكبر ورمضان كريم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.